اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسونز 38 و39 و40 اللي بعنوان الديستريبيوتيف بروبرتي اوف المالتيبليكيشن. الدرس بتاعنا النهارده درس جميل وهنتعرف فيه على فكره جديده اللي هي الديستريبيوتيف بروبرتي. احنا خدنا الدرس اللي فات ان انا الريكتانجل ده لو عايز اجيب الاريا بتاعته كنا بنعمل ايه؟ قلنا ان انا عندي دايمنشن وعندي انذر دايمنشن، بنعمل للاثنين دول تايمز، وقلنا ان كلمه دايمنشن ممكن استبدلها مكان الروز والكولمز. طيب يبقى انا لما اجيب الاريا هنا للشكل ده هتبقى كام؟ 4 تايمز 7 ايكوال 28. ده اللي احنا خدناه لايه الدروس اللي فاتت. طيب ايه الجديد اللي احنا هنتعلمه في درس النهارده؟ نفس الريكتانجل ده لو انا جيت قسمته كده يا اولاد لجزئين، جزء اهو بالبلو وجزء بالجرين، طبعا الاريا كلها زي ما هي انا قسمتها اتنين. لما نيجي نشوف الجزء ده الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن 4 تايمز 2 اللي هي كام؟ اللي هي 8. طيب والجزء ده الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن 4 تايمز 5 يديني كام؟ يديني 20. يبقى ده معناه ان ال 28 انا ممكن اقسمها ل 8 وممكن اقسمها ل 20، وهو ده معنى كلمه الديستريبيوتيف بروبرتي. كلمه ديستريبيوتيف يعني متوزع، اقدر اوزعه. يعني ال 28 ممكن اقسمها لحاجتين ال 8 وال 20، يبقى انا قسمتهم او وزعت الاريا كلها على تو ارياز واحده وواحده. طيب لما نيجي نشوف المالتيبليكيشن سنتنس الاصليه كانت ايه؟ كانت 4 تايمز 7. طيب المالتيبليكيشن سنتنس الجديده اللي هي الجديده بقى التقسيمه ديت نعملها ازاي؟ نقول كده 4 تايمز 2 وبعد كده اعمل لها بلس مع ال 4 تايمز 5. 4 تايمز 2 يديني 8 و 4 تايمز 5 يديني 20، ونعمل للاثنين سم يديني 28. ناخد بالنا ان ال 7 كلها اتقسمت ل 2 و 5. نعمل براكت كده ناخد فيه 4 تايمز 2 ونعمل انذر براكت ناخد فيه ال 4 تايمز 5. طيب افرضوا يا اولاد ان احنا بدل ما هنقسمها كده هنقسمها كده. هنكتب الاريا الجديده ازاي؟ هنقول كده 4 تايمز 3 بلس 4 تايمز 4. 4 تايمز 3 يديني 12 و4 تايمز 4 يديني 16. لما نيجي نعمل لهم هما الاثنين سم يديني 28. يبقى انا ممكن اقسم الاريا لاكتر من جزء واجيب الجزء ده واجيب الجزء ده واعمل لهم هما الاثنين سم يديني التوتال اريا. دي اسمها ايه؟ الديستريبيوتيف بروبرتي، اللي هي الاريا كلها انا هقسمها لاكتر من بارت. طيب دي كده اسمها مالتيبليكيشن سنتنس، ودي كلها مالتيبليكيشن سنتنس. علامه الايكوال دي يا اولاد يعني ايكويجن، يعني السايد ده ايكوال السايد ده، يعني 4 تايمز 7 28 واللي هنا برضو ايكوال 28. طب يلا نشوف مع بعضينا اللي تشيك دي. بيقول لي find another way to break apart. break apart يعني يقسم the same array. write the two equations of the two smaller arrays. كلمة equations يعني عندي طرفين يا اولاد، عندي طرف كده وعندي طرف كده. الطرف اللي هحطه في الليفت اللي هو الاري كلها او الاريا كلها، والطرف اللي هحطه في الرايت ده الاريا بعد ما اقسمها. يلا نشوف هنا انا عندي هنا كام روز؟ عندي 4 روز. وعندي كام كولومز او كام سكوير ان اتش رو؟ 1 2 3 4 5 6 اند 7. يبقى هنكتب هنا 4 تايمز ال 7 ايكوال، هو عايزنا نكتب 2 ايكويشنز، يبقى هنكتب واحدة كمان 4 تايمز الايه؟ ال 7. يلا نشوف لما نيجي نقسمهم نقسمهم ازاي؟ ممكن نقسمهم مثلا من اول هنا كده. يبقى ادي كده جزء وكل ده جزء ايه؟ جزء تاني. نكتب ازاي الجزء ده؟ ده كده 4 تايمز 1. الحتة دي كده عبارة عن 4 تايمز 1 لأن ده 1. طب والحته دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 تايمز الايه؟ تايمز ال 6. وما ننساش يا اولاد نعمل ما بينهم ايه؟ ما بينهم بلس. لما نيجي نشوف بقى 4 تايمز ال 7 يديني ايه؟
يديني 28 اللي هي الاريا كلها. طيب دي هتيكوال الاتي، طالما في براكتس يبقى نعمل اللي جوه البراكت، 4 تايمز 1 يديني 4، حط بلس 4 تايمز ال 6 ايكوال 24، و 4 بلس 24 يديني 28. طيب عايزين نقسمها بطريقه ثانيه، ممكن اعمل كده، نقسم من اول هنا كده، يبقى عندي الجزء ده كده كله والجزء ده لوحده. طيب الجزء ده كله اسمه ايه؟ اسمه 4 تايمز ال 5، نعمل له بلس مع الجزء ده اللي هو ايه؟ 4 تايمز 2. 4 تايمز 7 يديني 28 برضو. نيجي نبص هنا بقى، 4 تايمز 5 20 بلس 4 تايمز 2 ب 8 برضو يديني كام؟ يديني برضو 28. يبقى احنا في الديستريبيوتيف بروبرتي اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان انا ممكن الاريا الكبيره اللي هي حته واحده ممكن اوزعها او اقسمها على جزئين اصغر منها، وممكن برضو المالتيبليكيشن سنتنس اقسمها لجزئين اصغر ايه؟ اصغر منها. ال7 هنا حصل فيها ايه؟ قسمتها 1 بلس 6، وال7 المره الثانيه هنا قسمتها كام؟ 5 بلس ايه؟ بلس 2. وممكن نقسمها 3 بلس 4 و4 بلس 3 و6 بلس 1. يبقى ضروري جدا نتعلم ازاي نقسم الاريا الكبيره لاريا الصغيره. نيجي نشوف البراكتس ده بيقول لي break apart the following arrays according to the distributive property equations. يعني هو هيديني التقسيمه واحنا كده نقسمها بالرسمه. هنا بيقول لي 8 تايمز 8. مين 8 تايمز 8؟ ده دي الاريا كلها. ده كل الاري موجود فيه 64 سكوير يونتس. طب لما نيجي نقسمه هو عايز يقسمه ازاي؟ بيقول لي قسمه لي لتو ارياز، 8 تايمز 5 بلس 8 تايمز الايه؟ ال 3. ال 8 دي وال 8 دي النمبر اوف روز، طب ال 5 دي النمبر اوف كولومز. يعني هناخد مره 5 كولومز لوحديهم ومره 3 كولومز لوحديهم. يبقى انا اقسمها ازاي؟ نعد 1 2 3 4 5 ونيجي هنا كده ونعمل كده. يبقى احنا كده قسمناها لجزئين، ده كده جزء، كل ده كده جزء، وده الجزء الايه؟ وده الجزء الثاني. يلا نشوف هنا 7 تايمز 9، فين ال 7؟ دول كلهم كده 7. فين ال 9؟ دول كلهم كده 9. عايزين نقسمها ازاي؟ 7 تايمز 2 و7 تايمز 7. يبقى ال 9 دي هنقسمها ل 2، الحته دي كده 2، والحته دي كلها كده 7 الباقي. يبقى هنقسم من اول فين؟ هنقسم من اول هنا كده، ويبقى الجزء ده كده عباره عن 7 تايمز 2، والجزء ده كده كله عباره عن ايه؟ عباره عن 7 تايمز 7. يلا نشوف اللي بعديها، 5 تايمز ال 6، ادي ال 5 وادي الايه؟ وادي ال 6. ال 6 دي هنقسمها ازاي؟ هنقسمها 4 و 2. هناخد مره ال 5 مع ال 4، ادي ال 4 اهو من اول هنا كده لحد هنا 1 2 3 4، وناخد ال 2 دي بعد كده لوحدها. يبقى هنقسم من اول هنا كده، يبقى الجزء ده كله اسمه ايه؟ الجزء ده كله اللي هو ده اللي هو ال 5 تايمز ال 4، والجزء ده كله ده عباره عن ايه؟ عباره عن 5 تايمز 2. يلا اللي بعديها 6 تايمز ال 7، طبعا ده كده 6 وكل دول 7. هنعمل ديستريبيوشن، يعني هنوزع ال 7 ل 1 و 6 اهو، الاريا كلها هنوزعها على 2 ارياز. اريا صغيره اللي هي دي كده، دي عباره عن ايه؟ عباره عن 6 تايمز ال 1، والاريا دي كلها عباره عن ايه؟ كل الاريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن 6 تايمز ال 6 كده 6، وخدنا من هنا كل ده كده، من هنا لهنا خدنا الايه؟ خدنا ال 6. احنا بنتعلم ايه دلوقتي؟ بنتعلم ان انا عندي حاجه اسمها الديستريبيوتيف بروبرتي، ممكن عن طريقها اقسم الاريا الكبيره لتو سمولر ارياز، لجزئين صغيرين. يلا اللي بعد كده
6 تايمز ال 7 برضو، ادي ال 6 اهي وادي هنا ال 7. هنقسمها لجزئين، 6 تايمز 3 يبقى اجي هنا اعد 3 1 2 3 واعمل كده، يبقى الجزء ده كله كده، كل الجزء ده كده. ده عباره عن ايه؟ عباره عن 6 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 18 سكوير يونتس. والجزء الثاني ده كل ده كده عباره عن 6 تايمز 4 يديني كام؟ 24 يونتس. 8 بلس 4 يديني 2 اند وي هاف 1. 1 بلس 1 از 2 بلس 2 از 4، يبقى الاثنين دول عباره عن 42، و 6 تايمز 7 برضه ب 42. يبقى انا قسمت الاريا الكبيره لتو سمولر ارياز. طيب تعالوا يا اولاد نعرف قد ايه الديستريبيوتيف بروبرتي مهمه جدا وممكن نستفيد بيها. هنا 8 تايمز 9، ممكن تقولوا لي ايه يا مستر احنا مش حافظين تيبل 9؟ اجي اقول لكم ايه، طب خلاص ال 9 دي هنقسمها نخليها 4 بلس مين؟ بلس ال 5. احنا طبعا 8 تايمز ال 4 كلنا عارفينها من تيبل 4 تدينا كام؟ تدينا 32. و8 تايمز ال 5 كلنا عارفينها بكام؟ ب 40. لما نيجي نعمل لهم هما الاثنين بلس، 2 بلس 0 يديني كام؟ يديني 2، و3 بلس ال 4 يديني كام؟ يديني 7. يبقى انا المالتيبليكيشن سنتنس الكبيره اللي انا ما اعرفش اجيبها ممكن اقسمها لتو مالتيبليكيشن سنتنسز صغيرين اقدر ايه؟ اقدر اجيبهم بسهوله واعمل لهم صم يديني الكبيره. ودي احد فوائد الديستريبيوتيف بروبرتي. طيب يلا نقسمها بالرسم، 8 تايمز 4 ناخد 4، 1 2 3 4 لحد هنا كده، ونعمل خط كده. يبقى كل دي كده الحته دي كلها ادي 8 وادي هنا 4 تديني ايه؟ 32 سكوير يونتس. طيب والجزء ده كله، الجزء ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن 8 تايمز ال 5 اللي هو ايه؟ اللي هو ده. يلا مع بعضينا نشوف another exercise. بيقول لي write the distributive property equation of each. distributive property equation يعني الاريا الكبيرة هنقسمها لتو سمولر areas. أول حاجة عندي 8 تايمز كام؟ طبعا دي كلها 8. طيب هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى الاري كله أو الاريا كلها عبارة عن 8 تايمز 7. طيب متقسمة ازاي؟ الجزء ده والجزء ده. الاريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن 8 وهنا 1 2 3 4 5، هنا 5 طبعا دي 2، يبقى متقسمه ل 8 تايمز ال 5 بلس 8 تايمز الايه؟ تايمز ال 2. سهله قوي. يبقى انا قسمنا الاريا الكبيره ل 2 سمولر ارياز. لو احنا مش عارفين نجيب 8 تايمز 7 بكام، اقسم ال 7 ل 5 بلس 2 واشوف 8 تايمز 5 تديني 40 و 8 تايمز 2 ب 16، نعمل لهم بلس 6 بلس 0 يديني 6 و 1 بلس 4 يديني 5. يبقى اللي مش حافظ تيبل 7 ممكن يقسمه لتيبل 5 وتيبل 2 ويعمل صم من اللي هيطلع. طب يلا هنا 1 2 3 4 5 and 6 دي كلها 6، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهنا 9. يبقى دي كده 5 ودي 4 ودي 6. يبقى الاريا الكبيره لما عملنا لها ديستريبيوشن ووزعناها، وزعناها على الاريا دي والاريا دي، دي كام؟ دي 6 تايمز ال 5 اللي هي كام؟ اللي هي 30 سكوير يونتس. ودي عباره عن ايه؟ 6 تايمز ال 4 اللي هي 24 سكوير يونتس. يبقى لو حد مش عارف يعمل 6 تايمز 9 يعمل ايه؟ يقسم ال 9 ل 5 و 4 ويعمل لهم ايه؟ ويعمل لهم بلس 4 بلس 0 يديني 4 و 3 بلس 2 يديني 5. يبقى انا قدرت اوزع ال 54 لجزئين 30 و 24. يلا اللي بعد كده، يلا نعد هنا 1 2 3 4 اند 5، هنا 5 وهنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اتقسمت لايه؟ لدي. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن 5 تايمز ال 1 يعني ده 1 كولوم، وهنا هيبقى 5 طبعا دول كلهم 11 نشيل منهم 1
يبقى ترم. يلا هنا 1 2 3 4 يبقى 4. هنا 1 2 3 4 5 6 اند 7 يبقى هنا 4 تايمز 7 اتقسمت لايه؟ ل 4 هنا 6 وهنا 1 يبقى 4 تايمز ال 6 بلس ال 4 تايمز الايه؟ ال 1. يلا نشوف التشالنج. هنا كلها كام؟ هنا 1 2 3 4 5 اند 6 وهنا 1 2 3 4 5. عايزين نقسمها للجزئين دول. طب الجزء ده عبارة عن ايه؟ المرة دي بقى اللي تقسم النمبر اوف روز. يعني خدت دول الاول كده 3 وهنا ايه 5 ودي هنا 3 ودول كلهم 5. يبقى الجزء اللي فوق ده عبارة عن 3 تايمز ال 5 والجزء اللي تحت ده عبارة عن 3 وهنا 5. يبقى انا برضو ممكن اقسم الروز، مش شرط اعمل ديستريبيوشن للكولومز بس، ممكن اعمل كمان ديستريبيوشن للايه؟ للروز. تعالوا نشوف مع بعضينا الاكسرسايز ده. بيقول لي بريك ابارت، يعني وزع او قسم الاريز using the distributive property write the equations. طيب ادي الاري عندي اهي. هو بيقول لي ان الاري دي عباره عن ايه؟ عباره عن 6 تايمز 7 اهي، يعني كل ده 6 وهنا كام؟ وكل ده ايه؟ 7. عايزين نقسمها لجزئين. طب ما تيجي نقسمها كده كده، يبقى الجزء ده ايه والجزء ده ايه؟ هنا هيبقى 6 تايمز كام؟ 1 2 3 4 اند 5 تايمز 5 وهنا كام؟ هيبقى 6 تايمز 2. 6 تايمز 5 يديني كام؟ يديني 30 وال 6 تايمز 2 يديني 12. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل بلس. بلس لمين؟ للجزئين دول. يبقى احط هنا ال 30 واحط هنا الايه؟ ال 12. 0 بلس 2 يديني 2، 3 بلس 1 يديني 4. يبقى فعلا هي نفس النتيجة اللي هيدهاني 6 تايمز 7 دي برضو ب 40 ايه؟ ب 42. يبقى ايه اللي عملناه؟ وزعنا الاريا الكبيرة على 2 سمولر ارياز، أول واحدة فيهم 6 تايمز ال 5 والتانية 6 تايمز الايه؟ ال 2. طب يلا هنا الاريا دي كلها كام؟ 5 تايمز 12، كل دي 12. طب ناخدها يلا كده اي حاجة براحتك، يعني ممكن حد تاني ياخدها كده، ممكن حد تاني ياخدها كده، اي حاجة. المهم نقسمها لجزئين، ادي كده جزء وادي الجزء التاني. طب الجزء ده كام؟ طبعا لازم يكون هنا فيه 5. هنا 1 2 3 اند 4 5 تايمز ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 20. وهنا برضو لازم يكون فيه 5. نعد دول 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى هنا 8. 5 تايمز ال 8 يديني 40. يلا نحط الاثنين على بعض، ال 20 بلس ال 40 يدينا كام؟ يدينا 60. ولو جينا شفنا الاري كلها 5 تايمز 12 اللي حافظ التيبل بتاع 5 هيديني 60. يبقى احنا قدرنا نوزع كل ال 60 لجزئين، اريا صغيره عباره عن 5 تايمز 4 واريا ثانيه اكبر منها عباره عن 5 تايمز الايه؟ يلا اللي بعد كده ناخد دي ازاي؟ ناخدها كده مثلا، نعمل اريا كده اهي واريا كده اهي، دي عباره عن ايه؟ 1 2 3 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ودي هيبقى 3 وهنا 1 2 3 4 5. 3 تايمز ال 8 24، 3 تايمز ال 5 15. نحط الاثنين دول على بعض 24 بلس ال 15 يديني كام؟ 4 بلس ال 5 يديني 9 و 2 بلس 1 يديني 3. يبقى 3 تايمز 13 بكام؟ طبعا دي مش موجوده في التيبل،
بس احنا قسمنا ال 13 ل 8 و 5 وجبنا دي لوحدها ودي لوحدها، يبقى ال 39 هي هي نفس النتيجه بتاعت ال 3 تايمز ال 13. يبقى ال 3 تايمز ال 13 اللي هي ال 39 وزعناها على 2 areas، اول area اللي هي 3 تايمز ال 8 والاريا الثانيه اللي هي 3 تايمز الايه ال 5. دي يديني 24 ودي تديني 15، ولما نعمل لهم هما الاثنين بلس يدونا كام؟ 39. يلا هنا هنقسم من هنا كده، يبقى انا عندي الاريا دي كده اهي والاريا دي كده اهي، يبقى دي عباره عن ايه؟ هنا 1 2 3 4 5 6 7، وهنا كام؟ 1 2 3 4 5 6. 7 تايمز ال 6 ايكوال 42. يبقى كل دول الاريا بتاعتهم عباره عن 42 سكوير يونتس. طب الحته الصغيره دي برضو 7 تايمز كام؟ 1 2 3 تديني كام؟ 21. ناخد ال 42 نعمل لها بلس ال 21، 2 بلس 1 يديني 3 و4 بلس 2 يديني 6. يبقى ال 7 كلها تايمز ال 9 كلها تديني كام؟ تديني 63. اتعلمنا ايه في الحته دي؟ اتعلمنا ان انا الاريا الكبيره ممكن اوزعها على 2 اريا صغيرين، وان المالتيبليكيشن سنتنس ممكن اقسمها على 2 مالتيبليكيشن سنتنسز صغيرين اللي هي 7 تايمز ال 6 و7 تايمز الايه؟ ال 3. ال 9 خليناها 6 بلس ايه؟ 3. ممكن اخليها 5 بلس 4، ممكن اقول كده 7 تايمز ال 5 بلس 7 تايمز ال 4، وممكن اخليها 8 بلس 1. عندي حاجات كتير قوي ممكن اقسم بيها. نيجي الاكسرسايز ده بيقول لي break apart each of the following arrays into two smaller arrays، يعني قسم او افصل الاري الكبيره دي لتو سمولر اريز. يوز ديفرنت كولرز، هسيبكم تلونوا التو ديفرنت اريز تو كيب تراك اوف يور ديفرنت اري، عشان تاخد بالك من شكل الاري. ونكتب الايكويشنز. عندي هنا اول حاجه 5 تايمز 7، هنا في كام؟ 1 2 3 4 اند 5، وهنا 1 2 3 4 5 6 اند 7. يلا نقسمها. نيجي نقسمها هنا كده، كده array وكده array. هسيبكم مثلا تلونوا الحاجات دي بالبيربلز كده والarray دي كده بالجرين. لما نيجي نكتبها نكتبها ازاي؟ كده 5 تايمز 5، كده 5 اهي، هنا 1 2 3 4 اند 5 كده 5، ودول 1 2 3 4 اند 5 دول 5، والاثنين دول كده 2، هيبقى 5 تايمز ال 5 والarray الثانيه 5 تايمز الايه؟ ال 2. 5 تايمز 5 يديني 25، و5 تايمز 2 يديني 10. يلا نحطهم على بعض، 25 بلس 10 تديني 35، وهي هي زي ال5 تايمز 7 35. يبقى انا عملت بريك ابارت لل5 تايمز 7، فصلتها او قسمتها لتو سمولر اريز او تو سمولر مالتيبليكيشن سنتنسز اللي هي 5 تايمز 5 و5 تايمز ايه؟ 2. ال5 دي ثابته هنا وهنا، وال7 قسمناها ل5 وال2. نيجي اللي بعديها، يلا نقسم دي، تعالوا نقسمها من هنا كده. يبقى دي عندي array وادي another array، تلونوا الاري دي كده بالايه؟ بالريد، ولونوا الاري دي كده بالايه؟ بالبلو. يلا نحل، هنا 1 2 3 4، هنا 4، هنا كام؟ 1 2 3، وهنا 1 2 3 اند 4. يبقى الاري دي عباره عن ايه؟ 4 تايمز 3، والاري دي عباره عن ايه؟ 4 تايمز 4. 4 تايمز 3 12، 4 تايمز 4 16. يلا نأد ال 12 بلس ال 16، 2 بلس ال 6 ايكوال 8، 1 بلس 1 يديني 2، اللي هي هي زي ال 4 تايمز 7. لو جينا قلنا ال 4 تايمز 7 كلها يديني كل الحاجات اللي موجوده في الاري. يبقى ال 4 تايمز 7 عباره عن 4 تايمز 3 بلس 4
تايمز ايه 4. يبقى احنا كده استغلينا الديستريبيوتيف بروبرتي وقسمت ال 7 ل 3 بلس مين؟ بلس ال 4. يلا اللي بعد كده الاري دي ناخدها ازاي؟ يلا ناخدها كده، يلا لونوا الاري الكبيره دي كده بالجرين، والاري دي كده لونوها بالاورنج. الاري دي عباره عن ايه؟ 1 2 3 4 5 and 6 كده 6، وهنا 1 2 3 4 5 and 6 ودول 2. يبقى دي عباره عن 6 تايمز ال 6 اللي هي الكبيره يديني 36، وهنا عباره عن 6 تايمز ال 2 اللي هي 12. يبقى 36 بلس 12، 6 بلس 2 يديني 8 و3 بلس 1 يديني 4. طب انا هسالكم دلوقتي ال 6 تايمز ال 8 تديني كام؟ برافو برضك اديني 48، لان ال 6 تايمز ال 8 احنا قسمناها ل 6 تايمز ال 6 بلس 6 تايمز ال 2. يلا نشوف اكسرسايز جميل قوي، بيقول لي يوز ذا ديستريبيوتيف بروبرتي تو كومبليت ذا فولوينج ايكويشنز. هنا 3 تايمز ال 9 لما جينا نقسمها قسمناها ل 2 سمولر سنتنسز، 3 تايمز ال 6 هنا يبقى 3 تايمز كام؟ انا ال 9 لما ناخد منها ال 6 يبقى كام؟ يبقى 3، لان انا ال 9 بقسمها للجزء ده والجزء ده. هنا 4 تايمز ال 7 هتديني 4 تايمز 2 بلس 4 تايمز كام؟ هي ال 7 عباره عن 2 بلس ايه؟ 2 بلس 5. يلا 8 تايمز 12 لازم ال 8 تتكتب في الاول، هتتقسم ل 8 تايمز حاجة و 8 تايمز حاجة. طب أنا ال 12 خدت منها 2 يبقى الجزء التاني بتاع ال 12 كام؟ تمام 10، عشان ال 2 بلس 10 يديني 12. هنا 9 تايمز ال 9 يديني 9 تايمز 4 بلس إيه؟ طبعا لازم ال 9 تتكتب في الأول زي ما هي، أنا بقسم ال 9، ال 9 دي خدنا منها 4 يبقى كام؟ يبقى 5. اكسرسايز جميل قوي. 6 تايمز ال 6، ال 6 دي لما جينا نقسمها قسمناها ل 5 بلس مين؟ بلس ال 1. 4 تايمز ال 8 تديني 4 تايمز 4 بلس ايه؟ ال 4 دي ثابته، وال 8 دي خدنا منها 4 يبقى يتبقى لي فيها 4. يلا 7 تايمز ال 9 لازم احط هنا 7، هيبقى 7 تايمز ال 4 بلس 7 تايمز ايه؟ ال 9 خدنا منها 4 يبقى 5. 5 تايمز ال 15 هنا برضو 5، ال 15 دي خدنا منها 5 يبقى كام؟ يبقى 10، عشان ال 15 عبارة عن ال 5 بلس ال 10. يلا اللي بعد كده use the distributive property to complete the following equations and find the total. 6 تايمز ال 7، واحد يقول لي يا مستر انا مش عارفها، اقول له مش مشكله هنقسم ال 7 ل 2 و 5، وطبعا تيبل 2 6 تايمز 2 عارفينها ب 12 و 6 تايمز ال 5 ب 30. نعمل لهم يلا سم، 2 بلس 0 يديني 2 و 1 بلس 3 يديني 4. هنا ال 9 تايمز ال 8 قسمنا ال 8 ل 4 بلس ال 4، 9 تايمز ال 4 هي هي 4 تايمز ال 9، عشان في ناس مش حافظه تيبل 9، واحنا خدنا ان الكوميوتيف بروبرتي ال 9 تايمز ال 4 هي هي ال 4 تايمز ال 9، ممكن ابدل الفاكتورز مكان بعض، يبقى 4 تايمز ال 9 36، وهنا 9 تايمز ال 4 هي هي برضه ب 36. يلا نعمل سم، 6 بلس 6 يديني 12، 2 اند وي هاف 1 هن carry up 1، 1 plus 3 is 4، 4 plus 3 يديني is 7. يلا اللي بعد كده 4 times 9 يبقى 4 times 8 plus 8 times 5، هنا طبعا نحط 4، خدنا من 9 5 هنا يبقى 4. 4 times 4 16، 4 times 5 20، 6 plus 0 يديني 6، 1 plus 2 يديني 3. هنا 3 تايمز 14 نعملها ازاي يا مستر دي كبيره قوي؟ هقول لك مش مشكله، ال 14 هنقسمها ل 4 ويتبقى من ال 14 10، ونحط هنا ال 3 وهنا ال 3،
يبقى قسمنا ال 14 لجزئين الاثنين موجودين في التيبل، يبقى 3 تايمز 4 12 و 3 تايمز 10 30. 2 بلس 0 يديني 2، 1 بلس 3 يديني ايه؟ يديني 4. يبقى شفتوا قد ايه يا اولاد ان الديستريبيوتيف بروبرتي مفيده؟ لو جالي نمبر كبير ممكن اقسمه ل 2 نمبرز صغيرين، اقدر اشتغل على دول واعمل لهم سم يديني الكبير. هنا 9 تايمز 6، هنا نحط 9 وهنا نحط 9. ال 6 خدت منها 3 يبقى 3. 9 تايمز 3 27، و 9 تايمز 3 27. 7 بلس 7 يديني 14، 4 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3 بلس 2 يديني 5. هنا 5 تايمز 7، حط هنا 5 ونحط هنا 5. ال 7 قسمناها ل 6 بلس كام؟ 6 بلس 1. يبقى 5 تايمز 6 equal 30 و 5 تايمز 1 equal 5. 30 بلس 5 يبقى 35. يلا هنا 12 تايمز 2، ناخد بالنا بقى ده هو هنا بيقول لي هنا 1 وهنا 12، ازاي ال 12 دي هنا؟ هنا نحط ال 12. هنا 12 تايمز 1 بلس ايه؟ لما ال 2 دي اخد منها 1 يبقى كام؟ يبقى 1. هتقول لي يا مستر ما هم المفروض تبقى 12 تايمز 1، ما هي هي، ما 1 تايمز 12 هي 12 تايمز 1. يبقى هنا يديني 12 بلس مين؟ ال 12. 2 بلس 2 يديني 4 و 1 بلس 1 يديني 2. هنا 10 تايمز 11 عباره عن ايه؟ هنا نحط 10 وهنا نحط 10 وال 11 متوزعه اهي 10 و 1. يبقى 10 تايمز 10 ب 100 و 10 تايمز ال 1 ب 10. 0 بلس 0 يديني 0، 0 بلس 1 يديني 1 وال 1 ده ينزل. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون. لسه مهم جدا اتعرفنا فيه على حاجة اسمها الديستريبيوتيف بروبرتي او الخاصية بتاعت التوزيع او التقسيم، ان انا ممكن اقسم الاري الكبيرة او الملتبليكيشن سنتنس الكبيرة لتو سمولر ملتبليكيشن سنتنسز، والاتنين دول بيكونوا اسهل فاقدر اعملهم واوصل للكبيرة. وكذلك لو انا عندي اريا كبيرة ممكن الاريا الكبيره اقسمها لتو سمولر ارياز، واجيب الاريا دي واجيب الاريا دي تديني الاريا الكبيره. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.